الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه. نحييكم من عاصمه الميادين ميدان الوثبه لتعلن انطلاقه شوطنا الثاني للابكار اللقايه المهجنات الاصايل الخمسه كيلومترات مسافه هذا الشوط. ابدا مع المركز الاول، ابدا لو اتابع جرعه عبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي يقدم لنا جرعه مع اول الاسماء. المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من رغد نايف بن احمد بن رحمه الشامسي يقدم لنا انطلاقته وحضور رغد. المركز الثالث القادمه غلا لعامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري يقدم لنا غلا مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمه والحاضره تحضر في هذه اللحظات الشامخة بشعار سيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الخيلي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والحضور وتابع حدث بشعار حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري قادما مع المركز الخامس. المركز السادس القدوم من أمسية بشعار محمد بن حمد بن سالم الدرعي يقدم لنا أمسية وصلت في هذه اللحظات. أيضا القادمة أيضا الحاضرة شهب بشعار سالم باللويهي بالزفن الأحفاري ينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا شعار. بينما القادمة والحاضرة أحضرت نجود بشعار الدكتور بن سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا شعاره ومن يحضر بحضور أسماء كبيرة وأسماء خطيرة. أيضا أتابع الواصلة أتابع القادمة في هذه اللحظات أتابع بحور بشعار محمد بن راشد بن سعيد بن حمود الكتبي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. أحضرت ووصلت أيضا وتقدمت بهذا التقدم وجدان السعود بن عبيد الهاملي قادم الهاملي حاضر بهذا الحضور الممتاز وبهذا الحضور الكبير مع الأسماء الكبيرة. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى من غيرت واحتلت المقدمة في هذه اللحظات. تتقدم نجود مع المركز الأول الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا نجود بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور الممتاز مع أول أشواط اللقاية المهجنات. المركز الثاني القادمة غلا عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري يقدم لنا غلا. المركز الثالث رغد يا رغد يا رغد نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي. المركز الرابع القادمة هنا جرعة عبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي وشعار بالسالومي قادم شعار بالسالومي حاضر بحضور أمسية وتقدم أمسية محمد بن حمد بن سالم الدرعي بو سلطان يتقدم في هذه اللحظات. الله 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 أوصلت في هذه اللحظات. أيضا هنا أتابع شعار راشد بن سالم بن راشد الاكتبي مع مياسة أحضرت في هذه اللحظات.
سيوف لبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري بن طريبيش المنصوري. ولكن أمسية أمسية وشعارك يا بن طريبيش وشعارك يا بالسلومي والشعارات الكبيرة. وأتابع مياسة راشد بن سالم بن راشد يقدم لنا شعاره الاكتبي الاكتبي في الأمتار الأخيرة مع شعاري الكبير الخمسمية متر الأخيرة. روح يا مالك مياسة روح نحو الانتصار بدون أوامر. 400 متر 400 متر والعصا في الأبطان والعصا في الأبطان. مياسة 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 راشد بن سالم بن راشد الاكتبي الاكتبي بالحيض طار طار نحو الانتصار. ما شاء الله تبارك الرحمن مع مياسة الناموس مع مياسة الناموس مع الاكتبي يقدم لنا شعاره في هذا الصباح. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام جوارح لمهنا بن سعيد بن حميد الجحافي. أول إذاعة ما وصلتنا إلا في الأبتار الأخيرة. المركز الثالث كان حضور وتواجد مغيضة لمحمد بن علي بن حميد بن رشيد الاكتبي. والمركز الرابع حضور هنا غلا لعامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن المنصوري. والمركز الخامس كان تواجد وحضور أيضا من سيوف لبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري. تانينا لمالك مياسة راشد بن سالم بن راشد الاكتبي. توقيتها ولحظات وصولها 7:28 سبعة أجزاء من الثانية. المركز الثاني كان شعار أيضا من قدم لنا جوارح مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي 7:30 سبعة أجزاء من الثانية. المركز الثالث كانت أيضا في هذه اللحظات مغيضة محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي 7:31 وجزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.